أحمد نصر بالقاسم، إذن سيحدثنا أكثر عن ظروف هناك التحضير الجيد لهذه المباراة المناصرة ووضعه في أحسن الظروف لهذا الموعد. إذن معنا أحمد نصر بالقاسم المكلف بالإعلام على مستوى ولاية الجزائر حتى يحدثنا ويضعنا في صورة السير الحسن الذي تمر عليه عملية دخول جماهير نصر حسين داي ومولدة الجزائر. سيد الكريم أهلا وسهلا، بداية لو تضعنا في الصورة شاهدناكم واقفين على عملية دخول أنصار الفريقين منذ أولى ساعات نهار اليوم. شكرا سيدي وشكرا لقناة النهار. كما أنتم حاضرون معنا على مستوى ملعب 5 جويلية وتنفيذا للتعليمات القيادية الصادرة عن السيد اللواء المدير العام الوطني لوضع تشكيل أمني وتدابير احترازية لضمان أمن السيد الحسن لنهائي كأس الجمهورية، فإن مصالح أمن الجزائر قامت بوضع تشكيل هذا التشكيل في الساعات الأولى من تاريخ اليوم تزامنا مع توافد الجماهير وذلك على مستوى الشبابيك وكذا المحيط المتاخم للملعب، إضافة إلى الدعم الحوامات وكذا الدراجين لسماح للسيولة المرورية والوافدين إلى الملعب للتوجه والدخول بكل أريحية. إضافة إلى هذا فإن التشكيل الأمني المتموقع على داخل الملعب يكون على مستوى الشبابيك وذلك بتفتيش الأشخاص والمتفرجين الوافدين وذلك لعدم السماح بإدخال كل شيء كل ما هو محظور من أسلحة بيضاء محظورة سكاكين أو ألعاب نارية، إضافة إلى ضمان الأمن على مستوى المدرجات. طيب شاهدنا تفاهم من قبل الأنصار، هل من رسالة تبعثونها لهم باختصار سيدي الكريم؟ شكرا لتفاهم الأنصار، والرسالة هي أنه بعد هذا العرس الكروي سيكون حتما هناك احتفال من طرف أحد الفريقين أو مناصري الفريقين، لذا ندعوهم للتحلي بالحيطة والحذر على مستوى الطريق العمومي خاصة مستعملي الطريق أو السائقين وذلك سلامة لأرواحهم أو أرواح الراجلين وأيضا مستعملي الطريق. شكرا جزيلا سيدي الكريم. إذا كان هذا المكلف على بالإعلام على مستوى ولاية الجزائر طبعا الذي وضعنا في صورة طبعا وعملية سير دخول الجماهير إلى الملعب منذ الساعات الباكرة لنهار اليوم. شكرا لك محمد نجيب.